بفقرة نصيحة طبيبك تفاصيل عن التهاب الكبد، طبعا زميلتنا شيرين عارف أعدت هذه الفقرة، خلونا نتابع شو فيها تفاصيل. أقدم لكم نصيحة مشان الوقاية من التهاب الكبد. هلأ التهاب الكبد هلأ جائحة منتشرة شوي، عم نشوفها كتير، بيجوا لعنا المصابين فيها بأعراض هضمية، إقياء، وجع بطن، اصفرار. ممكن إذا الأهل لاحظوا اصفرار ببياض العين اللي لأولادهم أو شوي بيغمق لون البول، بصير مثل الشاي، مع وجع بطن، مع إقياء، مع نقص شهية عن الأكل، بيراجعونا بالمركز بشوية تحاليل، هذا ممكن نكشفه. حكينا عن الأعراض، بس ممكن نحكي عن الوقاية منه. الوقاية هي النظافة، لأنه هو بينتقل عن طريق الفم. النظافة إنه ما نشتري من محلات ما أنا موثوقة، ما نأخذ أكل مكشوف، يكون المحلات اللي منشتري منها بنعرف إنه في بيلبسوا كفوف، بيصوبنوا، ما بيستخدموا المال وبعدين بيلقوا الأكل، النقود ناقل للأمراض. لما بنتوقع من هالشي بنحمي حالنا من المرض. لما بننصاب بالمرض لازم يكون المريض معلقته، صحنه لحاله، بشكيرته لحاله، لأنه هو بينتقل عن طريق اللعاب. شوية راحة بالبيت مع شوية فيتامينات، هو غالبا هو له أنواع التهاب الكبد، بس غالبا بينتقل عن طريق الطعام، هو نوع A. بعدها بيرتاح بالبيت، بياخذ شوية فيتامينات ومقويات مع شوية حمية عن الدسم، بيتعافى بإذن الله تعالى.